ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر أهل الفتن وأهل الانحرافات قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن، تذكر هذا، تكثر من الدعاء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به لقلبه لتثبيته على الدين. ولا يأمن الإنسان على قلبه من الفتن فيتجنب مواطن الفتن ويتجنب الاستماع للفتن التي تذاع وتنشر، واليوم كثرت وسائلها، يتجنبها محافظة على قلبه، حافظ على قلبه أن يزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم أهملوا قلوبهم، اليهود أهملوا قلوبهم، تلقوا الشبهات فأزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يزيغ الإنسان بعد الهداية، بعد الإيمان ينحرف بسبب ما يتلقى من الشبهات وبسبب ما يتعرض له من الشهوات، فيزيغ بسبب فعله وعدم محافظته على نفسه وعلى قلبه، فيكثر من الدعاء